لمتابعة آخر تطورات ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي. مرحبا بك حيدر. هل يمكن القول أن المحاكم العراقية عادت للعمل بشكل طبيعي واستأنفت عملها لهذا اليوم؟ وأنقل لنا الصورة السياسية والمشهد الذي ترصده حاليا. نعم فعلا المحاكم مارست عملها اليوم بشكل طبيعي، فتحت أبواب الدوام الرسمي أمام المواطنين بشكل طبيعي بعد انسحاب أتباع التيار الصدري من أمام بوابات مجلس القضاء الأعلى في بغداد، ويعني عودة بعض الهدوء النسبي إلى شوارع العاصمة، ولكن هذا لا يعني بأن العاصفة السياسية قد انتهت، بل أن الأمور لا تزال على حالها. صحيح أن هناك دعوات الآن من قبل قوى سياسية مختلفة وحتى من رئيس الوزراء زعيم تحالف الفتح بضرورة أن يكون هناك حوار سياسي جاد بين القوى السياسية، ولكن حتى الآن لم نجد أي بيان رسمي أو تجاوب من هذه القوى السياسية بعقد لقاء أو حوار جديد، على اعتبار أن الطرف الأساس في هذا الحوار لا يزال رافض للجلوس مع القوى السياسية وهو التيار الصدري. من بغداد مراسلنا حيدر الأسدي، شكرا لك.